باش نقل لكم هاد الصوره اللي كتشوفوها الان. السيد العامل جاياك؟ هناك معلومات تقول على ان السيد العامل سوف يحضر بعد لحظات هنا، عامل اقليم شفشاول غادي يكون بعد لحظات هنا، معلومات حصريه الان. الوالي ديال الجهه، والوفد حسب التصريحات ديال المواطنين، المعلومات اللي جات الان. اذا الان الناس المواطنين يطالبون بادخال واحد الشاب لانقاذ هذا الطفل. عندك، ارجع اخويا، ارجع 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 ارجع. اذا الاجواء مثيره هنا متابعي قناه شوف تيفي. المواطنين كيطالبوا واحد الشاب اللي البارح هبط، ها هو هذا هبط البارح باش ينقذوا، كيقول باغي هبط. شوف الرجوله وشوف القمه ديالها. نعم خويا، انا بغيت نهود اصاحبي، انا هود 30 متر وبقى 2 متر وحايز بالرحمه هود تزداد، وبغيت نهود الدار، داروا معايا نهود المره الثانيه على راسي، ما هبطونيش بحال اللي خانوا بيا. غنشوفوا شنو غيكون الرد ديال السلطات، انا غنشوفهم. اذا المتابع غنشوف تي في، هذا الشاب يطالب بضروره الاخراج، يعني يهبط لهذا الثقب هذا ويجبد ريان من هذا الثقب. هذا اللي حاول البارح، وصل 30 متر وما استطاعش، لانه يعني عندك اخا هادشي.